بسم الله الرحمن الرحيم أعطيكم العافية يا شباب. اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ ندي أمثلة عن الليست في هذه المحاضرة. طبعا المحاضرة الماضية كملنا الشرح في الليست وشفنا إيش هي الميثودز المتعلقة بالليست. في المحاضرة هذه حنركز على حل مسائل كتير. تمام؟ طبعا أنا في عندي عدة مسائل. هاي عندي المسألة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. بدنا نحاول إن احنا نحلهم مع بعض. يعني ممكن نبدأ في هاي المسألة البسيطة، خليني أرفعها هنا فوق. طبعا هنا إنه even list، إنه المطلوب هنا إنه أكتب برنامج المطلوب منه إنه لإيجاد الأرقام الزوجية في قائمة ووضعها في قائمة جديدة. طبعا هنا واضح من السؤال إن أنا بدي ألف على العناصر الموجودة في ليست معين، ليست معينة. تمام؟ والعناصر هذه بدي أحاول أن أوجد كل عنصر إنه هل هو even ولا لا. إذا كان even بدي أحطه في ليست تانية. فبالتالي واضح جدا أنه بدي أستخدم الميثود تبعت الأبند اللي إحنا درسناها المحاضرة الماضية. طبعا الليستة لو بدي أفترض أنه الليستة أنا عندي موجودة زي هيك، تمام، والليستة هاي هنا for i in، أو خلينا نقول num in l. طبعا بدي أحدد هنا إذا كان النمبر هذا even ولا لا. if النم باقي القسم على 2 بيساوي 0، فبالتالي هذا الرقم even. بدي أعمل print even، هاي النم. طبعا مش هو هذا المطلوب، بس انا بدي اتاكد انه عمليه ايجاد الايفن نمبر شغاله، يعني انه انا بوجد الايفن نمبر بشكل تمام. انا عندي هنا 1 5 2 4 3. طبعا انا عندي الايفن 2 و4، فبالتالي شغال تمام. انا ما بديش هذا الكلام. ايش انا بدي؟ بدي الارقام هذه بدي احطها في لسته جديده. فبالتالي هنا بروح بعرف ليست اسمها result بتساوي عبارة عن ليست فاضية. وهنا بدل ما انه نطبعه على الشاشة بده يصير انه result dot append للنم في هذا الشكل. طبعا بعد ما اخلص بروح بطبع result في هذا الشكل. فبالتالي هنا هيك احنا حلينا هاي المسألة وحطيت انا انه عملت ابند لاثنين واربعة، صارت في لستة جديدة. يعني هاي اللستة الاصلية رحت استخرجت منها فقط الارقام الزوجية. طبعا لو كان ارقام فردية انه يعني ممكن انه احنا نعمل العكس، انه بيصير هنا لا يساوي صفر. تمام؟ طبعا انا بدي احل لكم هاي المسألة بطريقة تانية، انه بدل ما اكتب برنامج بدي يصير انا عندي هنا اكتب دالة. بدي احوله هذا لمارك داون، وهنا بدي أقول أكتب دالة. تأخذ، طبعا تأخذ يعني بمرره كباراميتر قائمة، قائمة أرقام، وتقوم بإرجاع الأرقام الزوجية على شكل قائمة. طبعا هنا بطبيعة الحال مطلوب انه انا بدي اعرف دالة ديف. طبعا هنا دالة زي ما حكينا انه verb phrase انه find even. طبعا بتاخد
list 1 تمام. وهنا بترجع يفترض انه ترجع list بهذا الشكل. طبعا هنا هاي list يعرفها هنا result بتساوي عبارة عن list فاضية. وهنا يفترض انه رجع لي الليست هاي. طبعا هنا بدي اكتب الكود تبعي اللي بيعمل هاي العملية. طبعا طبيعة الحال بدي الف عليهم for num in list 1 واعمل result.append للنم. طبعا بعد الكونديشن بدي احط اف النم باقي القسمة على 2 يساوي 0 ساعتها بعمل الامبند بهذا الشكل. وهنا return للريزلت. طبعا هذا كلام يعني تعريف للدالة انا ما استدعيته، فبالتالي هنا ممكن استدعي find even وايش اعطي له؟ واعطي له هاي اللي اسمها L L بهذا الشكل. طبعا ممكن انا استدعيها اعمل استدعاء تاني وديها لستة تانية. اللستة هذه بدي احطها على شكل باراميتر بشكل مباشر زي هيك، انه انا على سبيل المثال هاي 2 6 5 10 8 87 78 14 3. فالارقام اللي يفترض تطلع معايا 2 و6 و10 78 و14 بهذا الشكل. 2 و6 و10 و78 و14. فبالتالي هنا اكثر من طريقه استدعاء. فبالتالي لاحظ انه اللي احنا اخذناه في برمجه واحد بنطبقه هنا. طبعا احنا اخذنا في برمجه واحد الدوال، الدوال حتمر معنا بشكل كبير. دائما نتعود انه انت تاخذ باراميتر وترجع باراميتر حسب ما هو مطلوب في المساله. فبالتالي هنا اكتب داله وتقوم بارجاع الارقام الزوجيه على شكل قائمه، فبالتالي بتاخذ قائمه وبترجع لي قائمه. فبالتالي هنا اكثر من استدعاء لها. طبعا هذا الكلام انه اكثر من صيغه للمساله. هيك بنكون خلصنا المساله الاولى تمام. نيجي للمسألة الثانية elements larger than left neighbor. طبعا هنا neighbors left neighbor اكتب لكم اياها بالعربي. اكتب دالة لإيجاد عفوا الأرقام التي أكبر من جارها أو جارتها على اليسار. أتمنى أنه يكون واضح السؤال. المطلوب أنه أنا في عندي على سبيل المثال أنه قائمة زي هيك بدي أدور على انه بدي ابدا انه طبعا انا حكيت مدام الجار على اليسار. طبعا هنا اول عنصر لو بدي اخذ هاي الداله او هاي الليسته كمثل زي هيك تمام. طبعا هذا ما لوش جار على اليسار فبالتالي بتخطى باجي لستة تمام. ستة هل مين جارها على اليسار؟ 2. هل الستة اكبر من جارتها اللي على اليسار؟ صحيح. فبالتالي الستة بدي اياها. لان نيجي للخمسة مين جارها على اليسار؟ 6. هل الخمسة أكبر من الستة؟ لا. فبالتالي لا، خمسة بقدرش إني أخدها. بروح على الرقم اللي وراه 10 جارتها على اليسار 5. العشرة أكبر من الخمسة؟ بأخدها. 87 بأخدها. 78 لا. فبالتالي يفترض الأرقام اللي تطلع معايا 6 10 87 بس تمام. فبالتالي خلينا نشوف كيف ممكن نكتب الكود. طبعا في هاي الحالة زي ما حكينا انه لاحظ انه في هاي المسائل دائما انه مدام انا حكيت انه الجار على اليسار باجي بتطلع على اول عنصر ملوش جار على اليسار فبالتالي بتعدى. فبالتالي هنا for i in range ببدأ من وين؟ من 1
لغاية وين؟ لين خليني أخذ هاي الليستة دي أسميها list 2 بتساوي لين list 2 طبعا واضح ليش احنا بدينا من واحد ما بديناش من صفر لانه زي ما حكينا انه مدام في المسألة مطلوب الجار على اليسار left neighbor اول عنصر ملو الجار على اليسار فبالتالي ما بقدر انه انا اقارنه باي شيء فبالتالي خلاص بتخطاه ببدأ بواحد ببداش بزيرو بهذا الشكل تمام شو بدي اسوي ايش الكونديشن بيقول لاحظ انه انا كيف بدي اطلع الكونديشن انا اجيت عند الستة هو العنصر الاول باجي بقول انه اذا كانت الستة اللي هو الاندكس واحد اكبر من العنصر اللي على اليسار اللي هو الاندكس زيرو فبالتالي انه بدي اياها باجي للعنصر هذا العنصر اثنين الاندكس اثنين اذا القيمة تبعته اكبر من الاندكس على اليسار اللي هو الاندكس واحد فلاحظوا انه هذا الكلام اللي انا بحكيه بالناتشورال لانجويج الكلام هذا اللي انا بحكيه بالناتشورال لانجويج حترجمه لكود فبالتالي هنا بده يصير اف ليست 2 اوف الاي العنصر اللي على اليسار حيكون اكبر من ليست 2 اوف الاي ماينس 1 بهذا الشكل تمام ساعتها بروح بطبع هذا الرقم هذا العنصر في القائمه اللي هو list 2 of i طبعا هذا الكلام لو انا ما بديتش من واحد حيعمل لي مشكله انه عند الاندكس 0 فراح يطلع انا عندي اندكس ايرور لانه العنصر ماينس 1 مش موجود اللي هو حيكون انا عندي اخر واحد هنا وهذا الكلام مش صحيح فبالتالي هنا انه انا ببدا من الاي اكبر من الاي ماينس 1 يفترض انه يطبع لي العنصر هذا احنا زي ما اتفقنا الستة اكبر من 2 5 لا مش اكبر من 2 يبقى 6 10 اكبر من 5 فبالتالي هاي صار معي 6 و10 87 اكبر من 10 78 لا 14 لا 3 لا فبالتالي 6 10 87 هدول الثلاث ارقام يفترض يطلعوا معي تمام 6 و10 و87 تمام طيب لو هذا الكلام انه انا مطلوب مني ان انا احطه في ليست ببساطه انه حيصير نفس الكود وبدي اعرف هنا ليست للريزلت زي ما تعودنا واستخدم دالت الابنت طبعا في هذا النوع من المسائل انا بركز على الانديسيز وانه انت تمرن حالك انه انت تختار عناصر معينه وتعمل عناصر معينه انه انت تشتغل عليها فبالتالي هنا ريزلت دوت ابنت هذا العنصر وفي النهاية بدنا نروح نطبع الريزلت بهذا الشكل فبالتالي من الليستة هاي بده يطلع معي 6 و10 و7 و8 تمام؟ طيب ناخذ مسألة ثالثة هاي المسألة انه انا بدي اعمل معالجة لعلامات الطلاب هنا اكتب برنامج لإيجاد المجموع لعلامات طلاب طبعا علامات الطلاب انه اللي موجود انا عندي ثلاث علامات اللي هي علامة النصفي وعلامة المعمل وعلامة الامتحان النهائي هورجيكم كيف شكل الملف شكل الملف هيو هنا اسمه marks.csv طبعا هذا الملف هذا عبارة عن plain text file تمام طبعا حطيت الديليمتر عبارة عن tab هورجيكم اياه هنا بالنوت باد بلس بلس موجود في شابتر 8 هنا جوا هاي
هيو ملف بلين تكست عادي. طبعا اول عمود هو عبارة عن الهيد، انه انا عندي او عفوا اول صف هو عبارة عن الهيد، يعني العمود الاول هيو ميد. وهنا انا عندي التاب اورجيكم اياه بالكنترول كاركترز، كنترول كاركترز بظهرها من هنا. تمام، لاحظ انه هاي السهم هو عبارة عن التاب، وهنا اللاب، وهنا الفاينال، وانا عندي سي ار الاف كارج ريتيرن لاين فيد. فبالتالي الطالب الاول جايب 22 في المعمل، في عفوا في النصفي، وجايب 12 في المعمل، وجايب 2 في النهائي بهذا الشكل. تمام، فالمطلوب انه احنا بدنا نوجد مجموع هذول الثلاث ارقام لكل طالب. كل صف بيمثل انا عندي طالب معين، كل صف بيمثل انا عندي طالب معين. لاحظ انه انا عندي هنا هاي هذا السطر عبارة عن سلم، فبالتالي انا وضحت انه حطيت له اشارة معينة انه هذا عبارة عن الهيد. وهنا مثلا انا على سبيل المثال انه هذا الطالب حطيت عليه اشارة انه هو ماخد incomplete exam، امتحان غير مكتمل. فبالتالي هاي انا برضو بدي اعالجها، انا عندي انه انا بدي اقرأ كل الصفوف ما عدا الصفوف اللي بتبدأ بالسلم بهذا الشكل. تمام، فبالتالي نرجع هنا على الكود. الكود بدي اخد هاي الملف المسار تبعه بهذا الشكل. لاحظوا انه في هاي المسألة احنا جمعنا عدة شغلات مع بعض، انه انا بدي اتعامل مع الليست، بالاضافة لذلك انه بدي اتعامل مع الفايلز اللي هو الباب السابع. فبالتالي بدي اتعامل مع الفايلز اللي بتكون مخزنة فيها عبارة عن مجموعة من الارقام العلامات، وبدي اتعامل مع الارقام هذه as a list. فبالتالي باخد نسخة من المسار هذا. تمام، وبدي اعمل فايل هاندل تساوي open اسم الملف بهذا الشكل. ممكن احط ان عندي الانكودينج بتساوي UTF 8، لانه انا بتعامل مع ارقام ما فيش داعي لها الانكودينج. بالديفولت مود انا عندي اللي هو ريد مود، لانه انا ما حطيتش المود بتساوي W، او ممكن ان انا احطها بهذا الشكل عشان تكون الامور واضحة بالنسبة لكم. مود بتساوي ريد R. فبالتالي بدي اقرأ الملف هذا السطر سطر. فبالتالي هنا for line in file handle، شوفوا كيف انا حعالج المسألة واحدة واحدة. تمام، طبعا انا عندي، مدام انا عندي اسطر بتبدأ بالسلم، فبالتالي بروح بحكي انه اذا line dot starts with السلم، شو الخيار الامثل؟ continue، يعني سيبه عدي على السطر اللي بعده، سيبه عدي على السطر اللي بعده. تمام، طبعا غير هيك شو بدي اسوي؟ بدي اخد انه الارقام هذه اللي هي اللي عبارة عن العلامات، بدي اخد يعني علامة على سبيل المثال. فبالتالي هنا std marks بتساوي line dot split. طبعا line dot split هنا بروح بفصل لي اياهم هدول لحال بهذا الشكل. ومدام انا عندي الديليمتر هو عبارة عن تاب زي ما شفنا بالنوت باد بلس بلس، فبالتالي راح ياخد لي كل واحد لحال. طبعا عشان اطمن هنا انا بدي احط فايل هاندل دوت كلوز عشان حعمل اكتر من مرة تشغيل للبرنامج، فبالتالي بغلق الملف وبرجع بفتحه من اول وجديد احسن. فبالتالي بدي اطبع هدول برنت، ماركس او std
ماركس. في عندي ايرور بس بدي اتاكد انا وين موجود اصلا. انا موجود انه هاي ليست اكزامبلز وهي 2019 فبالتالي مسار الملف هاي بدون السلاش بشكل مباشر هاي تشغيل فبالتالي هاي طلع لي نتيجة كأرقام زي هيك. وزي ما انت شايف انت في عندك الكوتس اللي محوط الرقم لانه هو بتعامل معه كسترينج. طيب هذا بدنا نحوله كأرقام طبعا ممكن احول لك اياه كأرقام بطريقتين. يعني هذا السطر ممكن اخلي لك اياه للمرجع بالنسبة لإلك وايش اسوي او يعني خليني اعمل لك اياه على عدة سطرين وبعديها بعمل لك اياها على سطر واحد. std marks str تمام بعديها std marks او يعني انا بدي اعملها في سطر واحد مباشرة student marks علامات الطالب الواحد بتساوي بدي اعمل ليست وايش بدي اعبيها انتجر للان والان هذه بدي اياها تلف for an in line.split نفس اللي احنا اخذناه المحاضرة الماضية انه احنا متعودين انه for وبعديها بدخل في اللوب لكن في البايثون انا عندي ممكن اقلب الاوردر فبالتالي هنا حول لي الرقم من string لانتجر for وزي ما حكينا انه كل يوم انا بروح على الجامعة على الجامعة كل يوم انا بروح بهذا الشكل تمام فبالتالي ممكن اطبعهم مرة تانية اتأكد انه تم تحويلهم ولا لا بالفعل انه تم تحويلهم لارقام بعد هيك بدي اجيب المجموعة فبالتالي هنا بدي اجيب المجموعة لكل طالب علامة كل طالب فبالتالي هنا بروح بجيب sum احنا اخذنا الدوال البلت ان المحاضرة الماضية هنا بدينا انه احنا نستخدم كل اللي احنا شرحناه المحاضرة الماضية بدينا نستخدمه ونحطه في هاي المسألة مدام انه انت عندك دالة بلت ان انه انت بتجيب لك المجموعة تبع ليست فبالتالي استخدمها مباشرة الا اذا انا طلبت منك انه لا بدي اياك انه انت تكتب الكود لهاي الدالة فبدل ما تعمل فور لوب وتروح انه انت تعرف توتال وتصفره وتروح تجمع بشكل تراكمي خلص استخدم دالة السم بشكل مباشر. يعني على سبيل المثال الطالب الاول 23 و2 25 و12 30 32 23 و2 25 25 و12 30 37 يبقى الرقم الاول هو عبارة عن 37 الطالب الاول نتأكد انه بتطلع نتيجة مظبوط ولا لا هاي 37 بهذا الشكل فبالتالي الجمع بشكل صحيح صار تمام فبالتالي انه هاي اكتب برنامج لإيجاد مجموعة العلامات علامات الطلاب تمام العلامات الموجودة انت عندك علامة النصفي والمعمل والامتحان النهائي بدنا المجموع تبعهم هاي جبنا المجموع تبعهم بهذا الشكل ممكن انه احنا نضيف شغلة انه احنا نكتب المجموع على ملف فبالتالي بانه بده يصير نفس هذا الكود تمام وايش بدي اسوي فيه وبدي اروح اعرف فايل تاني يا اسميه الفايل هاندل هذا اوت فايل احط فيه يعني بشكل مباشر هنا ماركس واسميه هنا sum وهنا المود انا عندي write
فبالتالي هنا بدل ما يكون انه انا عندي طباعة على الشاشة فبده يصير انه out file dot write لهذا الشيء. طبعا هنا بدي ارجع اذكر انه احنا لازم نستخدم دالة الفورمات عشان يحول لي اياه لسترينج وعشان اضيف سطر جديد. فبالتالي هنا بدي اكتب النتيجة slash n dot format وهنا احط المجموع لكل طالب. فبالتالي هاي الارقام 37 40 43 46 راح تصير انه هي مخزنة في فايل انه هي عبارة عن علامات الطلاب انه بنخزنها في فايل. وهنا بسكر الانبوت فايل بالاضافة للاوت فايل، هذا بدي اسكره كمان كلوز بهذا الشكل. خلينا نشغل. طبعا مش راح يصير اشي في هذا السل لانه نتيجة تم كتابتها على فايل، والفايل هيو اسمه ماركس سم. نفتحه فبنلاقي انه الطالب الاول، طبعا هنا ما فيش، خليني افتح لكم اياه بالنوت باد بلس بلس. فبالتالي 37 40 43 نفس الليستة هذيك اللي هي هاي نفس هاي الليستة، ولكن تم تخزينها على فايل 37 40 43 46 49 52 وهكذا. تمام. طيب ممكن انه انا ازود في المسألة واقول انه شو بدي اسوي، بدي احط الاربع اعمدة هدول بالاضافة لعمود المجموع. الاربع اعمدة هدول بالاضافة لعمود المجموع. فبالتالي هنا اكتب المجموع على ملف، ممكن نقول انه اكتب سجل العلامات كاملا بالاضافة الى المجموع على ملف. فبالتالي بده يصير انه انا بدي اضيف علامة النصفي والمعمل والنهائي بالاضافة لمجموعهم. فبالتالي يفترض انه هنا نعمل لهاي زي هيك. هنا شو بدي اسوي، بدي اخذ هاي السيل وهنا بدي ارجع اسمي هذا الملف انه all marks.csv. تمام. طبعا هنا شو بدي اكتب، بديش اكتب المجموع فقط، ايش بدي اكتب، بدي اكتب المعمل او النصفي عفوا، وبعديها سلاش تي المعمل سلاش تي والنهائي سلاش تي المجموع. فبالتالي انا هنا عندي عدة عناصر. طبعا هذا الكلام وين موجود، موجود انا عندي هنا. فبالتالي هنا بده يصير انه student marks of zero وهنا student marks of الواحد كمان. طبعا بدل ما انا اسوي هذا الكلام كله في سطر زي هيك وانه اضلني انا اعمل سكرول اروح يمين وشمال، تمام، ممكن اعمل انتر بشكل مباشر. تمام. فبالتالي بقدر انه انا اكمل هاي بداية القوس تبع الفورمات بكمل لي اياه هنا، هيك افضل. فبالتالي انه بحط لي الدالة هذه مالتي لاين فبتكون انه ريدابل اكتر. وهنا student marks of الاثنين و student marks of الثلاثة كوما وهنا السم. فبالتالي هاي اعتقد انه في واحدة زيادة، انا عندي هاي النصفي، هذا المعمل، هذا النهائي، وهذا المجموع حيكون، مش حيكون ثلاثة، هذا المجموع بهذا الشكل. تمام. طبعا هذا الكلام انه الفايل هذا delimited انه باستخدام التاب،
بهذا الشكل. طبعا هذا الملف انا ممكن افتحه بالاكسل بالمناسبه ما دام امتداده سي اس في كوما سيبريتد فاليو. كوما سيبريتد فاليو بيكون ديليميتد يا اما بالتاب او سيمي كولين او كوما. خلينا نشغل ونشوف النتيجه يفترض تكون هنا هاي all marks، وهنا بختار انه الديليمتر هو عبارة عن تاب، فبالتالي هاي النصفي هاي النهائي هاي النصفي هاي المعمل هاي النهائي وهي المجموع 37 بهذا الشكل. فبالتالي 37 هي ناتج جمع 23 وال 12 وال 2 بتطلع 37، 24 13 3 40 بهذا الشكل. الملف هذا ممكن افتح لكم اياه بالنوت باد، هاي all marks بهذا الشكل، هاي 32 12 2 37 زي ما انا طلبت منه انه يكتبوا بهذا الشكل. وهذا بالمناسبه زي ما حكيت لكم انا ممكن افتحه بالاكسل، عمل عليه دبل كليك ف بيقدر انه يفتحه، بس احدد له هنا الداتا واختار هنا التكست تو كولوم، اختار delimited وانه اختار انه باستخدام التاب اي فينش. وانا هذا كلام انه انا لازم احدده كله هنا text to column delimited باستخدام التاب اي فينش اي 32 12 2 37. فبالتالي ملفات هذا نوع من الملفات انت بتقدر تفتحه بالاكسل وتتعامل معه. الملفات هذا سي اس في وانت بتقدر تتعامل معه بلغه البايثون. فبالتالي في المساله هذه احنا تدرجنا فيها، تمام؟ في الاول بدينا انه بدنا نجيب المجموع، وبعديها المجموع هذا كتبناه على ملف، وبعديها انه المجموع هذا عفوا خليني احط هذيك كل واحدة في سطر لو احنا افضل هنا بهذا الشكل. احنا تدرجنا انه هاي كتبنا المجموعة على ملف، وبعديها كتبنا سجل العلامات كامل على الملف بهذا الشكل. طيب بدي اعطيكم مسألة انه انتم تتمرنوا عليها في البيت، والمحاضرة الجاية إن شاء الله راح نحلها مع بعض. طبعا المسألة خليني أكتب لكم إياها بالعربي أكتب برنامج لطباعة الأرقام من قائمة بحيث يكون الرقم أو العنصر في القائمة هذا إنه له نفس الإشارة مع جاره على اليمين وعلى اليسار. طبعا عشان تكون الأمور واضحة انه انا بدي انه انا عندي لستة معينة لستة معينة انه تكون نفس الاشارة، يعني خليني اديكم لستة من عندي ماشي هنا. لنفترض انه انا في عندي على سبيل المثال الثلاثة بتساوي، انا في عندي ارقام ثلاثة ناقص واحد ناقص اثنين ناقص 16 اوكي 20 ناقص 4 8 يعني على سبيل المثال. الان باجي بطلع انه انا عندي الرقم الاول طبعا ملوش جار على اليسار فبقدرش ان انا اقارنه، بروح هنا على الرقم الثاني ناقص 1 ناقص 1 هل اشارته
هي نفس إشارة على اليمين وعلى اليسار؟ لا، الإشارة مختلفة. باجي للرقم اللي بعده، ناقص 2. أنا عندي الرقم على اليسار بالسالب والرقم على اليمين بالسالب، فبالتالي نفس إشارته، فبالتالي هذا الرقم بدنا إياه، هو المطلوب، ونفس الإشارة مع جاره على اليمين وعلى اليسار. نيجي الآن لناقص 16، مشابهة لإشارته على الرقم اللي على اليسار، مشابهة لإشارته، لكن الرقم اللي على اليمين لا، فبالتالي 16 بقدرش أخدها، وهكذا. فبالتالي هاي منطق حل السؤال هذا، حنحله مع بعض إن شاء الله المحاضرة الجاية، وعلى المود اللي إن شاء الله حفعل منتدى النقاش، بحيث إذا كان في عندكم أسئلة أو نقاشات أو استفسارات خلينا نتناقش معكم على المودل، ويعطيكم العافية.